وفي جولة المحافظات المصرية معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي حصلت امبارح، كان منها تدشين كرنفال للاحتفال بعيد الفطر مع الأيتام ومع أسر الشهداء في محافظة قنا، وكان منها أيضا الكشف على 1119 مواطن بالمجان من خلال قوافل طبية في محافظة دمياط. صحيح مصطفى، كمان في البحيرة تم تنظيم عيادات متنقلة لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، أيضا إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب الأحوال الجوية، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من قنا اللي نظمت كرنفال للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع الأيتام وأسر شهداء العمل بهدف إدخال السرور على قلوبهم وسط فرحة الأطفال الأيتام وأسر الشهداء. في الفيوم أوزع منسقو مؤسسة حياة كريمة بعض الهدايا البسيطة من الشوكولاتة والحلوى والبالونات على الأطفال، وقدموا التهنئة للمواطنين بالعيد وسط فرحة من الشباب والأطفال والأهالي بمظاهر العيد ومشاركتهم ليهم في الاحتفال بالعيد. في دمياط نظمت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية أم الرضا الجديدة في مركز كفر البطيخ ضمن خطة شهر إبريل، وتم توقيع الكشف الطبي على 1119 مواطن وتقديم العلاج بالمجان. في الأقصر تم إلغاء رحلات البالون الطائر امبارح في أول أيام عيد الفطر المبارك بسبب الأحوال الجوية والرؤية غير الكافية. في البحيرة تم تنظيم عدة قوافل وعيادات متنقلة مزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ لتأمين سلامة وصحة المواطنين أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية، والقوافل مستمرة لحد نهاية أجازة عيد الفطر المبارك. في المنوفية أعلن معهد الكبد القومي أن العيادات الخارجية بمستشفى المعهد استقبلت خلال الثلاث شهور اللي فاتوا 1766 مريض، وكمان تم إجراء 3829 عملية جراحية. في الإسماعيلية تم تنفيذ أعمال مراقبة الطرق الرئيسية ومداخل المحافظة لتوفير السيولة المرورية، وده من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لتسهيل الحركة خلال أيام عيد الفطر المبارك.